مسيرة طويلة في الدوري السنة دي في الممتاز به، واتكللت بالنجاح بفارق نقطة عن لافينا، يعني منافسة لحد آخر ثانية، فألف مبروك. الله يبارك فيك. طبعا موضوع صعب جدا، صعب جدا. مبروك لنادي الجونه ومبروك للاداره بالكامل. يعني مهما نتكلم مش هندي النادي ده حقه بصراحه، لان ده النادي اللي عمل نور السيد قبل اي حاجه. ايوه حابب اشكر الجهاز الفني بقياده الكابتن بيبو، يعني فرد بمفهوم الكابتن مارادونا والكابتن عبد الناصر والكابتن احمد كمال والدكتور حازم اسماعيل، الدكتور حازم سوري بمحطه الاحمال. فالموضوع يعني بصراحه الناس دي تعبت معانا في وقت صعب جدا، ما كانش فيه توقيت اصلا. احنا يعني الدوري الممتاز خلص يا كابتن هاني، انت عارف بينزل، فالوقت بيبقى متاخر عن الدرجه الثانيه مظبوط شويه، صح. فبادئين متاخر جدا، ما فيش وقت. فانا حابب اشكر الناس دي لان عملوا مجهود جبار، وبشكر تاني الدكتور حازم كان ليه دور كبير قوي في الموضوع ده، والكابتن، وطبعا مش عايز انسى حد، يعني ايوه مستر ماجد كان معانا، مجلس اداره بالكامل بمفهوم مستر احمد عمر. حابب ابارك له بالصعود لنادينا اللي هو في 9 شهور او 8 شهور، الحمد لله رجعنا بسرعه. يعني والكابتن ايمن جونه كل هو وكل الناس، النجاح وكابتن دايما يوفا بيكون بصراحه، وكابتن بسبب احمد نجاح نور، كل كل الناس الاطراف. بصراحه يعني. مظبوط. الحمد طيب لله الناس دي كافحت يعني. اساسا بعد هبوط الجونه الكل اتكلم في انه اكيد نور مش هيسيب الممتاز، يعني سهله بقى فكره العروض حتى مع ارتفاع السن، يعني هنتكلم عن ده، لكن اكيد جات لك عروض. ازاي اخترت انك تكمل مع الجونه في الظروف الممتاز به والملاعب اللي كنا بنشوفها مجموعه الصعيد؟ بصراحه يعني صعبه جدا. هو انا عشت التجربه دي في بدايتي مع الجونه في السعود. بس بصراحه كانت فيها يعني السنه، يعني الموسم ده عواقبه كتير جدا، ما كانتش بالمرحله اللي احنا كنا فيها في اول مره. لا، ازاي؟ في الملاعب يعني انا شفت ملاعب السنه دي بصراحه، لا حاجه صعبه جدا 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 فوق ما تتخيل. مش ملاعب كوره يعني، هي في الاخر هي مش ملاعب كوره بصراحه يعني. لا الموضوع صعب. ده انا ماتش شبان هنا اللي خدته فيه الدوري ده كنت بفرج بقى عليه علشان يعني على الاجوان وكده بشوف ده ماتش الصعود صعب هو جدا نموذج، يعني. نموذج طبعا هو مصغر من ربنا ملاعب كتير يعين بصراحه. الكل. اكيد اكيد، هي دي ظروف وامكانيات. صح في ملاعب كتير، مش ملعب الشبان صح بس، لا عشان ما عارف نكونش طبعا. بصراحه قاسيين على الناس، لا في ملاعب كتير جدا. يعني هي المجموعه كلها فيها 3 4 ملاعب بمورد الله، يعني انك تقدر تلعب عليها كوره. انما احنا كنادي الجونه احنا كان لنا هدف واحد. انا لا، الموضوع صعب، ولما انا اخد الموضوع ان انا اخد في ريسك ان انا العب درجه تانيه، انا كان جاي لي عروض فعلا الحمد لله كتير، ويعني مش عايز اقول بقى الانديه، بس يعني جالي حاجه واتنين وتلاته، ومعهم مدربين اخواتي. وما فكر يعني، حتى النادي لما طلبني هنا انا ما فكرتش، جالي اسوان مع احمد شاكر كلمني، وانا قلت له استخير ربنا، يمكن احنا اختلفنا في موضوع الرقم وموضوع الداخليه مع الكابتن رايش تمام. حتى، وموضوع المحله خلاص شبه خلصان 100%. ياه والله كان بس انا خلصان. كان خلصان. وحتى الناس كانت مستنياني. فالنادي لما كلمني تاني ان انا ارجع بيتي وكده، ما فكرتش بصراحه، كان عندي ثقه في ربنا كبيره جدا، وفي الاداره والناس اللي موجوده. يمكن اول مره اتعامل مع الجهاز الفني الموجود تاني. حابب اشكر الكابتن بيبو بامانه، يعني يمكن مش هو اتقال له بعيدين كلام، عن بعض انتوا لا عمريا. خالص لا. هو حتى قال انا لعبت معاك في اسوان، وهو ايوه بس انا ما كنت يعني انا ما كنتش فاكر بصراحه. انا اتشرفت ان انا كنت موجود مع الجهاز الفني ده، ايوه لان كنا بنتعامل اسره واحده بصراحه. والحمد لله يعني هم كان في فكره، يعني كان في وصل لهم كلام ان انا النور السيد هيرجع، النور السيد واصل له كلام انه ممكن يعمل مشاكل في الفرقه نور. فاكيد لما يكون جاي لك لعيب بخبرات نور السيد، ممكن اي جهاز ما تعاملش معاه ممكن يقلق شويه. صح. انما هو الحمد لله على مدار 7 8 شهور هو شاف نور السيد، وانا مش عايز اقول هو بيقول لي في نور السيد، الجهاز كله بالكامل واللعيبه اللي موجوده. انا بصراحه حابب اشكرها تاني من خلالك كابتن هاني، من انضف اللعيبه اللي اتعاملت معاها في الكوره الموسم ده. انت قلت كلام مهم قوي في خلال كلامك هقف عنده، لكن هبدأ بقصة الصعوبات اللي بتشوف ان هي السنة دي كانت اكتر من صعوبات المرحلة الاولى في الجونة اللي صعدتوا فيها في الممتاز. ايه الصعوبات اللي واجهتوها غير الملاعب او مع الملاعب لو تحب تحكي عنها خلال رحلة ماراثونية بالمنافسة مع كذا فريق اتصفت في الاخر بينكم انتوا ولافينا؟ واحنا بص الحمد لله احنا السنه دي يعني كان حتى الموضوع اللي احنا نمسك فيها اول المجموعه دي خدنا وقت فيها شويه، مشينا 4 5 ماتشات. كانت بدايه اول ماتش كان الالومنيوم تقريبا، وبعدين 5 6 ماتشات كنا الحمد لله الدنيا تكسبوا، ماشيه كويس. بعد كده في 3 4 ماتشات خساره في وتعادل. بدايه بترول او في مينيا في شبان حاجه زي كده، خسرنا فيهم 8 بونت او 9 بونت، بعدونا من المنافسه. بس كان عندنا ثقه في ربنا وفي الجهاز الفني، ولمينا نفسنا تاني، والواحد تعب بره الاطار بتاع الملعب اكتر من جوه الملعب في الحته دي، لان كانش في وقت، كان في فرق 6 بونت كتير كتير في الدرجه دي.
في ظل ظروف فرقه زي لافينا موجوده معاكم، البترول والنصر والمنيا، في اسماء كبيره في المجموعه. يمكن الصعود السنه اللي فاتت كانت في المجموعه اسهل شويه، ما كانش فيه جونه، ما كانش فيه لافينا، ما كانش فيه المقصه. فالموضوع السنه دي لا، معانا فرق كتيره جدا بتنافس، فالحمد لله. يمكن حتى اللي حصل في ماتش المنيا، السيناريو اللي حصل صعب جدا على اي فريق، ممكن يهد اي فرقه. فانا عندنا ثقه في ربنا وفي الجهاز واللعيبه، ولمينا نفسنا تاني بالاداره الموجوده. اتلميتوا ازاي في القصه دي؟ لان التصريح ده اتكلم برضو فيه الكابتن احمد مصطفى، قال لي عرفنا نلم الفرقه بعد ماتش المنيا. طبعا قصه المنيا دي اللي تفتكروها، اللي هي ضربتين جزاء ضايعين وبعد كده